ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ معاكم يوميات شيري. النهارده احنا مع بعض جوله في شوارع القاهره، لان ليا ناس كتير اصحابي من بلاد اخرى، يعني اجانب، بيقولوا احنا بنحب قوي القاهره، بنحب قوي المعالم بتاعه القاهره. فانا نزلت بالعربيه في طريقي، يعني انا وجوزي في مشوار، فقلت اصور لكم الجمال بتاع المناظر، يعني شوارع القاهره فعلا جميلة جدا بجد. مصر دي احلى حاجة في الدنيا، مهما يعني رحنا اي بلد تانية بجد مصر احلى حاجة. فانا قلت نصور مع بعض القاهرة، شوارع القاهرة والجيزة. فهسيبكم مع بعض بقى تشوفوا مع بعض الشوارع الجميلة، وبعد كده هروح النادي الزمالك وهصور لكم برضو هناك ريفيوهات. كان في هناك معرض عن منتجات كده، فصورت لكم منتجات شنط، هسيبها لكم برضو تتفرجوا عليها وتشوفوا الجمال. ولو فيديو عجبك يا ريت تدوسي اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لايكات كتير كتير عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم حاجات كتير، وان انا يعني استمر بفضلكم معايا وبوقفكم جنبي وفي ظهري. وانتوا حبايبي كلكم، انا بحبكم جدا جدا جدا، وانتوا اخواتي وحبايبي ومش هكبر غير بيكم. وهسيب لكم بقى الفيديو تكملوه وتشوفوا بقى الحاجات الجميله اللي احنا شفناها مع بعض. ده كده بقى الوقت كان بالليل، برضو صورت لكم شو احنا راجعين. بص المنظر جميل ازاي، ده منظر الملاهي، احمد عرابي دي حديقة احمد عرابي فيها ملاهي جميلة، قلت اصورها لكم تشوفوها احنا ماشيين بالعربية. وهصور لكم دلوقتي بقى المنتجات اللي كانت معروضة في النادي، كان كذا منتجات كتير، بس هو كان معرض 3 ايام في النادي، شركات مختلفة ومنتجات مختلفة، بس انا ملحقتش اصور غير الشنط بس، كان في منتجات تانية كتير بس ملحقتش اصورها، هما كانوا مستعجلين وكانوا خلاص هيمشوا بالليل فملحقتش اصور. شنط المستوردة تمام، كل الماركات العالمية عندنا، دي ماركة توري بورش، دي شنطة أصلية، دي أصلي تمام، وأكيد تبقى شنطة كل حاجات، حتى الكفر بالحرير بتاعها، الشنطة بتاعها كل حاجاتها الأصلية. الكوب بتاعها في الشنطة دي عندنا ب 400 جنيه. انا شغال كده والله، بس يا فندم تحت امرك، تحت امرك. ودي كمان البينك دي جميلة قوي، شنطة شانيل ميرور، الكفر بتاعها كان بكام وبقت بكام بقى؟ شانيل هي حاليا 500 جنيه عندنا في ترند ناس، الصفحة بتاعتنا اسمها ترند ناس، الشنط المستوردة شكلها شيك قوي قوي. ده الكارت بتاعها الجرانتي، كل شنطة ليها الكارت بتاعها طبعا او اكتريتهم. دي شانيل بيوتي
لسه نازله. ادق التفاصيل احنا بنهتم بيها. كوبي خامة اصليه. خامة زي ما حضرتك شايفاها، خامة نظيفه جدا تحفه. دي شنطه مون بلانك. جلدها باين عليها تحفه قوي، جميل بصراحه، خامته نظيفه جدا. ادق التفاصيل. خطيره جدا الشنطه. الكارت بتاعها بثمنها 375 عندنا. اي حد يعمل لايك للصفحه بتاعتنا، صفحه ترند ناس، ترند ناس صفحه عليها كل الشنط المستورده. دي شنطه جس شيك قوي، تحفه جدا جدا. لا حاجه شيك شيك بجد، يعني كلهم يعني كل الشنط اشيك من بعضهم، مفيش حاجه من ذوق حضرتك، مفيش حاجه مش شيك يعني. دي شنطه جس دي في اي حته هتلاقيها باكتر من 1000 جنيه. دي عندنا ب 450. حلو جدا. دي شنطه كتف كونفرس، شنطه مشهوره قوي. دي بكام بقى؟ دي تقريبا ب 130. دي رايقه قوي، لويس فيتون. معروفه دي، ماركتها معروفه. الكارت بتاعها بكام؟ ب 375. حلوة جدا. لا بجد أسعار جميلة جدا جدا جدا. ليز فيتون شكل تاني جميلة. جس حلوة أوي. دي بكام بقى؟ بكام دي؟ ب 150 جنيه، شنطة جلد طبيعي. خلاص؟ الشنطة دي بكام؟ دي ويست و كروس، كل الشنط مستوردة. شكل جديد و في منها كذا لون، يعني كذا لون بس دي بكام؟ دي ب 295 جنيه. حلوة جدا. عندنا كل الشنط مستوردة. شنطة ديور اللي بيتميز بيها في ترند ناس. ديور معاها تاني كفر تلات هزيمة صحة. الشنطة دي عندنا يعني كلنا لو عايزين نشوف اكتر بقى هنشوف ترند ناس على الفيسبوك. الحاجات دي كلها موجوده برضو، هلاقيها يعني كلها ان شاء الله موجوده. في حاجات تانية كتير كمان مش معروضه. حبايبنا بقى يخشوا ان شاء الله على الصفحه، ان شاء الله هيلاقوا حاجات حلوه قوي باذن الله. انا قلت اعرض لكم كده حاجات بسيطه، بس هما طبعا عندهم حاجات اكتر من كده بكتير، وبصراحه حاجات شيك جدا وحاجات جميله بصراحه قوي. ماشي، شكرا قوي.